نظم المجلس القومي للمرأة بدمياط ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بالتعاون مع وحدة السكان ومديرية الصحة فعالية ثقافية متنوعة بمكتبة مصر العامة في مدينة عزبة البرج. شارك فيها عدد كبير من الأطفال والنساء وشاهدوا العروض وشاركوا في العروض الترفيهية وورشة الرسم والتلوين، وأيضا تم عرض منتجات السيدات من الهاند ميد. الهدف من ده كله ان احنا نحسس الست ان انت بتيجي مكان امن، بتلاقي فيه خدمه، بيبقى فيه توعيه، في نفس الوقت بيبقى فيه الطفل بيبقى فيه موجود بطريقه امنه. الاطفال هنا الحقيقه ليهم مسرح عرايس، نفس الوقت احنا بندعم الموهوبين من الاطفال الصغيرين. في تعاون بيننا وبين مكتبه مصر العامه، الحقيقه بيقدموا لنا الموهوبين اللي عندهم. النهارده احنا موجودين في مدن امنه عاملين ورش عمل للاطفال، اتدربنا على ورش العمل دي واتدربنا ان احنا نتعامل معاهم، عاملين لهم ورشه عمل للرسم والتلوين، وقبل كده كنا بنعمل لهم ورش عمل للخرز علشان يحاولوا يشتغلوا. ورشه بتبقى مره يوم واحد. تضمنت الفعالية أيضا عقد ندوة ضد التحرش شارك فيها عدد كبير من السيدات وتفاعلوا مع الأسئلة والأفكار التي تم طرحها، وشهد معرض منتجات ست الدار إقبالا من الحاضرين والذي تضمن مأكولات ومشروبات وحلويات شرقية وغربية وإكسسوارات وكروشي وشموع هاند ميد وهدايا متنوعة ولعب أطفال ونباتات زراعية لمطبخ ست الدار. المشروع خاص ببرنامج كبير بتنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العديد من دول العالم ومنها مصر، إن إحنا إزاي نبقى بنخلق مساحات آمنة للنساء تقدر إنها تيجي فيها وتتجمع فيها وتمارس أنشطة اجتماعية مختلفة فيها، بجانب كمان الجزء الخاص بالتمكين الاقتصادي. بشتغل تطريز، بعمل طرات خطوبة ومناديل كتب كتاب وتطريز على الهدوم. بدأت إن أنا باخد كورس في الأول وبعدين بدأت أعلم نفسي في البيت عن طريق اليوتيوب وكده، ويعني شغالة يعني في لحد ما كويس. بقالي 5 سنين في المجال ده، كل سنة بحب أطور من شغلي وكل مناسبة بعمل لها أفكار جديدة، بحس إن أنا ما بقفش عند حاجة واحدة. ومشتركة معهم في المدينة الأمنة في مبادرة ست الدار، من خلالها بقدر أسوق المنتجات بتاعتي اللي أنا بعملها. انا مصممة شموع هاند ميد. احنا النهاردة في اليوم الثاني للفان دي في المدينة الامنة بعزبة البرج، بيسعدني ان انا اكون ضمن المجموعة مجموعة ست الدار في مبادرة ست الدار تبع المجلس القومي للمرأة. النهاردة احنا في المنطقة الامنة، المدينة الامنة بعزبة البرج بمكتبة عزبة البرج، اتدربنا بقالنا فترة من الدرب تبع الامم المتحدة. التدريب كان بيعلمنا ازاي نشتغل مع بعض وان الشغل الجماعي ده هو اللي هيبقى ينجحنا وهيدينا خطوه دفعه لقدام يعني، والحمد لله فعلا ده اللي حصل.